بسم الله الرحمن الرحيم. 3 مراحل لمعالجة تعشيش الخرسانة. أول حاجة إنك لما تكتشف إن في مكان فيه تعشيش لازم شاكوش صغير كده تدق تطلع الهايش اللي جوه، الحاجات اللي فاضية تخلص كل اللي فاضي ده وتفضيها خالص، ما تخليش فيها أي حصن أو أي سن يكون لسه ضعيف. كل الأماكن الضعيفة نشيلها خالص. بعد ما نشيل الكلام ده ونبدأ نكسر الكلام ده ونشيله خالص، يعني دق خفيف كده يا دوبك على السن او الحصن اللي ظاهر، اللي يقع يقع واللي ما يقعش وماسك جامد خلاص ده تسيبه. ده اول حاجه. تاني حاجه او تاني مرحله هي الايدي بوند. الايدي بوند 65 بيتخلط بنسبه من شركه لشركه، طبعا كل شركه ليها النسبه بتاعتها، بيتخلط مع الميه وبعدين بنرش المكان اللي احنا عالجناه من التعشيش وشلنا فيه التعشيشات الحاجات اللي ظاهره، بنبدا نشيل السن اللي احنا قلنا عليه. بعد ما بنرش الايدي بوند بننتظر من 5 ل 10 دقايق تكون الخرسانه ابتدت تتشرب بقى الايدي بوند والميه اللي فيه، وبعد كده نبدا نستخدم جراوت 200، سيكا جراوت 200. استخدم اي نوع جراوت مش هتفرق، يعني انا بفضل سيكا جراوت في المعالجات لانه قوي جدا وفي نفس الوقت بيعزل وبيدي نتيجه كويسه جدا. ده بالنسبه لسيكا جراوت. فدي 3 مراحل اللي احنا استخدمناهم في معالجه الاعمده والاواعد، ويعني من اسوأ حاجات تقابلك في شغلك انك تعمل معالجه لشغل. انت من الاول اعمل شغلك كويس هتلاقي بعد كده انت مش محتاج معالجه، يعني الوقايه خير من العلاج بمعنى صح. انا النهارده في ايدي ان انا استخدم ازاز واستخدم الدق على الاواعد او على الاعمده، الكفر بتاعي بين الحديد وبين الخشب يبقى مظبوط عشان يبقى مفيش اماكن ضيقه تسبب لي بعد كده تعشيش، الحديد يتوزع كويس ويتربط كويس عشان ما يحصلش ان الحديد اثناء الصب ساعات ممكن يتحرك من مكانه، فانا بربط كويس عشان الحديد ما يتحركش، الاقي سيخين ضموا على بعض قفلوا لي المكان ده، بص تلاقي تحت السيخين دول فاضي بقى في تعشيش، ممكن بسبب عدم تربيط الحديد الكويس يحصل ان يبقى في تعشيش جوه قاعده انت مش شايفه ومش هتوصل له ومش هتعرف ان في تعشيش اصلا، يعني يبقى في مكان جوه قاعده جوه سميل جوه كاميرا جوه عمود سخين ضموا على بعض كانتين واحده سقطت على الثانيه بسبب التربيط لاي كلام. فانا النهارده اهتم جدا جدا بالهزاز، اهتم جدا بتربيط الحديد، الدق على الاواعد والاعمده من بره غير الهزاز من جوه في الخرسانه مهم جدا جدا الكلام اللي انا بقوله. اهم حاجه بقى من ده كله استخدم خرسانه جاهزه، لان فعلا فعلا يعني الواحد تعب قوي مع موضوع الخلاطات ده. فاحنا النهارده هنتفرج بقى نشوف شغل التعشيش شكله ايه والمعالجه شكلها ايه، ونتكلم بقى عن المواد اللي استخدمناها وازاي استخدمناها وايه شكل المعالجه. فيلا بينا. زي ما انتم شايفين كده يعني دي بعض الاماكن اللي حصل فيها ترميم، ودي ماده السيكا جراوت. طبعا بينظف ويرش البوند وبعدين يبدا يعمل ترميم. بعض الاواعد كويسه لكن في اواعد واعمده كتير فيها تعشيش، واللي استغربت له ان القعده يحصل فيها تعشيش. هنتكلم الاول عن السملات. الاواعد ما كانش مشكلتها وحديدة، مشكلتها الاساسيه ان الناس اللي صبت الشغل ده ناس مش هزاز نهائي، كانوا شغالين بالليل في الضلمة فمحدش شايف حاجة. طبعا اغلب السملات اللي معششة بالمنظر الكبير ده كميات تعشيش رهيبة، 5 سم و10 سم تعشيش في بعض السملات بسبب كميات الحديد الكبيرة اللي مش متربطة كويس ومش متفردة كويس والتوزيع بتاع الحديد مش مظبوط. عشان الناس بتقولك انت بتربط سد ليه؟ لا، لازم تربط الحديد سد عشان السيخ لو اتحرك من مكانه قفل على سيخ تاني المكان جوه هيبقى فاضي وبالتالي هيحصل تعشيش. دي اول مشكلة بتقابلنا هي تربيط الحديد، اربط حديدي مظبوط اوزعه صح جوه السميل مش هيحصل تعشيش. تاني حاجة استخدام الهزاز. التعشيشات الكتير دي بسبب عدم استخدام الهزاز. شايف السميل حتى مش متساوي ليه؟ كانوا شغالين بالليل محدش شايف، مفيش مهندس بيشرف، مفيش حد بيتابع الاعمال وبالتالي يحصل التعشيشات بالكميات الرهيبة دي. تعشيش في قعده ده يعني حاجه ما الواحد ما شافهاش من زمان، ان اشوف قعده معششه ده صعب جدا. ده شكل
السيكا جراوت، السيكا جراوت 200 ده مخصوص، هجيب لك النشره دلوقتي بقى على شكاره سليمه يكون لسه ما اتفتحتش. ده بيستخدم في التعشيش، دي ماده او مونه مقاومه للانكماش، ما بتنكمش، مضاده للانكماش. مهم جدا وانت بتعالج تعالج بجراوت، ما ينفعش تعالج باسمنت، يعني ده عالج باسمنت كل ده هيتكسر وهيتشال، الحاجات اللي هي معموله باسمنت دي ده كلام فاضي. الاسمنت ده بودره، بص اشيله بايدي اهو مطبل اصلا، الكلام ده كله احنا بنشيله كسر، نشيل الحاجات اللي هي الهيشه اللي ما فيهاش مونه، وبالتالي نبدا نعالج بجراوت. كميه معالجات كبيره جدا بوريكم دلوقتي، بعض الاعمده اللي لسه ما اتعالجتش، ده لسه ما خلصش معالجه، يعني بيتاخد على كذا طبقه، لان الجراوت بيسيل ما بيستنى ما بيثبتش، لازم تديله طبقه واثنين وثلاثه لحد ما تقفل المكان كله. شايفين ده شكل المعالجه، معالجات كتير جدا جدا جدا. طيب عندك ايه تاني من اسباب التعشيش؟ الكفر. انا النهارده حطيت الحديد، شايف العمود ده عامل ازاي؟ عمود كله بالمنظر ده، شايفين القعده اللي هناك دي؟ طيب من اكتر الحاجات المقرفة في الدنيا انك تعالج شغل، يعني المعالجة دي من اصعب الحاجات اللي ممكن تقرفك وحتى تسد نفسك عن الشغل، يعني تخلي مش عايز تكمل، مالكش نفس تشتغل، حاسس ان شغلك مش مظبوط، حاسس ان الشغل مش كويس. الجراوت كويس جدا وبيعالج يعني على الاقل 90%، لكن مش زي الاصل، عمرك ما هتوصل لخرسانة زي ما تصب من الاول ويبقى الشغل كويس. شايفين القواعد؟ ده سميل كويس اهو، مفيش فيه تعشيش. لكن واضح ان الخشب كان قديم. يعني الشكل الفينش بتاع الخرسانة خشب قديم. يعني يا ريت الشغل كله يطلع زي ده. ده مقبول 100%، مفيش فيه مشكلة. فينش الخرسانة مش كويس، لكن كده كده هو مدفون فمش هيفرق معانا. لكن في الأعمدة منظر الخشب شكله وحش جدا. الأعمدة دي هتبقى فوق وهيحصل عليها محارة لسه وشغل. هتقرف مبادئ المحارة. بنستخدم ايدي بوند 65 سي ام بي، بقى اي شركة تانية مش هتفرق معايا. الايدي بوند بنخلط بمية بالنسبة اللي محطوطة على الجيركن، وبعد ما تخلط بمية بترش المكان اللي انت ناوي تعالج فيه. بعد المعالجة بتبدأ تخش بالسيكا جراوت. سيكا جراوت اهي، دي الشكاره بتاعته، ودي النشره المكتوب عليه بطريقه الاستعمال وبيستخدم في ايه وايه النسب اللي بتحط عليه من خليط ميه للكلام ده. شايفين الترميمات؟ ترميمات كتير جدا جدا جدا. ترميمات زي دي في قواعد زي دي لما تعدي التكلفه وتخش لها في ال 10,000 جنيه النهارده في تكلفة قواعد، طب انا من الاول لو كنت كلفت نفسي 500 جنيه هزاز وعامل عليه ب 200 300 جنيه مش قصة، يعني 1000 جنيه يا سيدي هزاز، 1000 جنيه هزاز يغنيني عن الكلام ده، يغنيني عن الكلام ده. شايفين الحديد؟ مفيش كفر للقعدة، كفر مش مكمل 2 سنتي، احنا قلنا في القواعد كفر الحديد لا يقل عن 5 سنتي ولا يزيد عن 7 سنتي. في الاعمده 2 سنتي ونص ل 3 سنتي، يعني من 2 ل 3 زي الفل كويس. فانا النهارده نصيحتي للناس، يعني بتصب قواعد، بتصب عمدان، بتصب سقف، بتصب اي إن كان، لازم تشغل هزاز. الخرسانه بيبقى جواها فراغات، والفراغات دي مش هتخرج الا بالدق وباستخدام الهزاز.